أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول أرجو قراءة السؤال على فضيلة الشيخ كما كتبته، وإلا فوالله ما جعلتم في حل وأنا خصيمك بين يدي الله عز وجل. يقول السائل: هل المسعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟ أما الفقيه وأسامة بن لادن والمسعري أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم وهي موجودة، لا تفرضوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكتوبة على الشيخ فهذا هو الكذب، الكاذب هو اللي يقول أنها مكتوبة، ليست مكتوبة، ونحن سمعناها من الشيخ، سمعناها من الشيخ رحمه الله، وكتبت في فتاواه، وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ واقروها، فاللي يقول انها مكذوبه هو الكاذب. نعم.